هلا ضروري كنت تفهمني؟ اي مو احسن ما يفكرنا السياح ويلطشنا هديك الحسبه هيك احسن. على اساس بهالحركه اقتنع انه نحن بنات البلد. مو مهم يقتنع، المهم ما يلطشنا بالحسبه. وين راح؟ وين راح؟ عم تساليني؟ ضليتي تلهيني بالحكي لحتى غاب عن عيني. وينه؟ ما بعرف. ليكو ليكو تعالي بسرعه. مهلك سميحه. تعالي بلا ما يحكي على بوزي. يا اهلا وسهلا بنور. اهلين وسامو، نورت الشركه بوجودك. ها خبريني كيفك وكيف الوالد؟ انا بدي اسالك عنه. اي بيحكي معك اكثر ما يحكي معي. بالفعل هلا كان عم بيحكي معي، بالمناسبه وصاني عليكي. ممتاز، كونه وصاك علي بدي اطلب منك طلب. اي طلب هان؟ انت بتأمري امر. بدي شغل. شغل لمين؟ الي؟ لا طبعا مو الي. ايه اوعي تقولي لي عن حسام، تعرفيني لا بطيقه ولا بطيقني. لا اطمن، مو لحسام. لك لمين؟ رفقاتي. رفقاتك؟ ليش هنن أكثر من حدا؟ هنن ثلاث صبايا بياخدوا العقل، واحدة ستار دراما السورية، والتانية خريجة أكاديمية الحقوق، والثالثة عم بتشق طريقة بعالم النصوص. طب أنت بتعرفي إنه شركة أبوك هي شركة مقاولات؟ ليش في شي ما بعرفه؟ لا بس إنه يعني بشو بدها تفيدنا ستار دراما السورية بشركة مقاولات؟ بالإعلانات. بالإعلانات. طيب وستار الكتابة؟ بالتسويق. ايه بالتسويق ممكن صح. طيب ودخلك هي ستار ال شو التالتة دارسي؟ خريجة أكاديمية الحقوق. اهو أكاديمية شو بدها تفيد شركة مقاولات؟ فهمك كفاية بالشؤون القانونية طبعا. ودخلك حددتي الراتب مع قرار التعيين ولا لسه؟ I'm taxi driver. How do you like it? Very good. Driver. It's my car. Look to me. Yes. I'm Kumar. It's my car. It's all cars private. And my office taxi driver. I'm working in office. Listen. Yes. Take it. Us to this address. You taxi private? Yes, taxi private. I'm a very good taxi. Very good. Media ما تركب غير private. Yes, private. This is my car. Yes, this taxi.